غنيتي غناكي كله مش شبه بعضه بس كله في في نوع واحد يعني في شكل من الغنى لوحده كده. يعني انا غنيت ستايلات كتيره يعني غنيت الرومانسي زي ليميني قمر ولما بيهل بس برضه بستايل عفيف راضي بالظبط كده يعني الستايل او الطريقه او الاسلوب. فكرتيش تغيريه خالص؟ لا هو ده حسيت ان هو ده انت ده نبع من ان انا يعني درست غربي ودرست عربي فالتزوج ده طلع اسلوب معين يعني بقدر اجيد الاثنين فساعات بحط من ده على ده وكده يعني. صحيح. انت رايك ايه في الحكايه دي يا مي؟ انا شايفه اللي اختلف قوي هو اللون بتاع غنى الاطفال ده هو اللي كان فيه دلع ورقه وجمل صغيره محندقه كده وهو اللي كان مختلف عن كل البيت يعني شقاوه بقى وظرف وحاجات لازم نسمع اغنيه اطفال لان الاغاني الاطفال دي ليها قصه انا لغايه دلوقتي مش فاهمها اللي هي ايه. انا كنت طبعا انا عارف ان الناس مستنيه تسمع الست عفيف راضي وهي بتغني اغاني الاطفال الجميله بتاعتها. ايوه بس عايز اعرف الاغاني دي ليه مش موجوده بقوه؟ لان هي اجمل اغاني الاطفال اتغنت في مش عايز اعد السنين عشان ما بقاش بايخ بس بعد محمد فوزي مفيش حاجه ثانيه. صح. لكن هي مش موجوده بقوه ليه؟ في ايه؟ هي موجودة على النت وموجودة في كل. هل هي محتاجة تصوير جديد؟ هي أصل هي كانت بتاعت اللي يعرفها قوي الجيل اللي اتربى عليها اللي هو جيل ايوه اللي هم عندهم دلوقتي حاجة و30 40 بتاع مظبوط بس هي تربي الولاد دلوقتي بتربي يعني فيها معاني تنفع في اي وقت بس الناس بقى اللي قد دلوقتي اللي عندهم ولاد ما مش هم دول الجيل اللي اتربوا عليها قليلين منهم لسه عارفينها فهي محتاجه اعاده احياء عشان بالظبط توصل كدا. للجيل اللي بعده عشان لو وصلت للجيل الاطفال اليومين دول هيتاثروا بيها جدا بالظبط ما بتوصلش ليه. هي ملك مين الاغاني؟ ملك الاذاعه؟ لا منتج يعني منتج مزيكا يعني انما مفيش منتج يعمل لها فيديو المفروض تتصور او كده بس في ناس كتير بتحط لها صور وحاجات وحطها سوشيال ميديا يعني موجوده. هل تفكري تعيديها مي؟ طبعا نفسي جدا يعني تصوريها مع اطفال بشكل حديث بشكل كويس. تبقى جميله. هي دخلت في دماغي وسط الفكر بتاعت اعاده احياء اغاني ماما يعني ده نوع ما ينفعش اغفل عنه يعني نوع الاغاني الاطفال ده لازم هعدي عليه. فأني أغنية بقى لسه مش عارفة وتتعمل بتوزيع برضو أطفال ولذيذ دي حاجة جميلة جدا وتتصور جديد طب يعني هتغنوها مع بعض ولا تغنيها حضرتك لوحدك؟ لا ما جربناش نغنيها مع بعض يعني نسمع صوتك برضو فيها مي أوكي ممكن نغني يلا نجرب يلا كله منين
دراستها وهزت ديلها، قالت بعينها الحلوين ايها فطرة بشوفها باكلها ومطبها من الفكين. وزمان قالوا الخضار بيخلينا كبار، زمان قالوا الخضار بيخلينا كبار ويخلينا خفاف الدم. ثنائي راضي خلوصي. شيء جميل والله، جميل جدا جدا. اول مره يعني نجرب نغنيها كده مع بعض. ف بتقعدوا تغنوا في البيت مع بعض؟ انا بقعد اغني واسمع لها وتسمع لي وتصلح لي وكده. وهي تسمع نفسها زمان اغانيها؟ بتسمع. طب بتسمع. بتقعد لوحدها كده تسمعها؟ بخش عليها كده الاقيها قاعده فاتحه يوتيوب بتتفرج على اغاني معينه مش عارفه بتعيدها. بسمع واشوف الكومنتات ايه.